السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. اتفضل حضرتك يا شيخ، بس انا كنت عايز اعرف يعني انا مقدم على طلاق وكده، فكنت عايز اعرف بس يعني ايه الحقوق اللي ممكن تاخدها الزوجه، مش حاضنه وما كناش كاتبين قايمه ولا كاتبين مهر، اسف مؤخر صداق. بس عفوا لماذا لم تكتبوا قايمه يعني؟ احنا قرايب وكده، فوقتها ما كتبناش حاجه، فكنا انا برضو مش عارف من اللي قدامي وعايز ان انا اوفي حق ربنا، فعايز نصيحه من حضرتك اعمل ايه؟ يعني هم تكرما منهم لم يكتبوا قائمة عفش. بالظبط، لان احنا قرايب وكده، فهم ما كتبوش عشان كده. طيب اذا قلنا لك اعمل لها مثل اطرابها كان لها قائمة عفش كسائر اخوانها، هل هذا يضرك في شيء؟ لا مش هيضرني، هو اهم حاجه حقها بس ما يكونش يعني طيب خلاص. سنقول الان الله يسلمك، امشي معها كأطرابها كأطرابها. انت اعطيتها شبكة صح كده؟ مظبوط. كتبت مؤخر ولا لم تكتب؟ لا ما كتبتش. لم تكتب مؤخر ولم تكتب شبكة. أيوه. انظر الى أطراب، طبعا مش الذي اقوله لك كسبيل اصلاحي ووصل الارحام. واكتب لها، اعطيها قائمة كأطرابها ومؤخر كأطرابها كمثيلاتها، من أبناء العمة، من أبناء العم، من أبناء الخال، من أبناء الخالة، ويكون هذا تكرما منك بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك.